السلام عليكم غزالاتي، كديرين بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنغادر مع رمضان، غلبكم غلبتو، كيف داير عندكم الاجواء؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير ومزيان. اليوم كما كتلاحظوا معايا في الصوره، غادي نوجد لكم واحد الاكله اللي انا شخصيا عزيزه عليا بزاف وتتعجبني وتتجي بنينه وتتوجد في دقائق معدوده، يعني ما كتحتاجش منها بزاف ديال واحد الجهد، اللي هي صينيه ديال الدجاج بالخضر في الفران. فكما كتلاحظوا معايا في الصوره فهي كتجي رائعه جدا جدا، وكنتمنى منكم انكم تجربوها. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. الا نبداو المقادير، هنا عندنا الدجاج، من الاحسن تكون دجاجه صغيره، وكنقطعوها كما كتلاحظوا معايا بحال هكا، يعني كنقطعوا الفخاد بوحدو لنعيا، كنحاولوا نقطعوها ماشي طريفات كاع صغار، ولكن كنفصلوها. عندنا القزبر، الزيتون نديرو حتى الاخر ان شاء الله، والخضر. هنا عندي جوج بصلات، جوج بطاطات، جوج خيزوات، وجوج مطيشات، وهنا الفلفله الحاره اللي بغى يديرها على حسب الذوق. وندوزو للطريقه. دابا كنقرضو في الخضره. ملي قطعنا الخضره ديالنا، غير البصله بغيت نوريوها لكم، كنقسمها على جوج بحال هكا كما كتلاحظوا معايا، وعاد هذا النص غادي نبدا نقطع باش ما تجيناش غليظه بزاف وما تجيش طويله بزاف. كما قلت لكم كملت البصله في التقطاع على هذا الشكل، هذا بجوج بصلات كاملين. هنا الزيتون نسيت ما قلت لكم بانه حار، اللي بغى يدير الحار، اللي بغى يدير العادي. هنا الربيع كنقطعوا على هذه الطريقه، هذه يعني اللي بغى يقطعوا مزيان يقطعوا، ولكن انا كنديروا على هذه الطريقه. في هاد الصينيه ديال الدجاج بالخضر كنديرو بهاد الطريقه، يعني ماشي مقطع بزاف. مطيشه كنقطعوها على هاد الشكل بالجلوف ديالها على هاد القياس. وهنا الخيزو درناه دواور على هاد الشكل، والبطاطا الا كانت عندكم بطاطا صغيره ديروها دواور، كانت كبيره شويه بحال هادي اللي طحت فيها دابا درتها على هاد الشكل. ودابا ندوزو نكملو التوجيه. بسم الله، دابا غادي نبداو. غادي ندير الدجاج. غادي تاخذوا شي بانيو ولا شي حاجه اللي فاش تخدموا تكون كبيره باش تجدكم في كاع الخضار. غادي نزيد البصله، يعني نخلطوا العناصر كلها. نزيد الخبز، البطاطا، بالنسبه للعطريه فهي عطريه عاديه جدا كما كتلاحظوا معايا. عندي هنا الخرقوم عرق، زدت معاه واحد شويه ديال الخرقوم ديال الكاغد، كاين الابزار. هنا المقدار على حسب الكميه اللي دايرين، انا تقريبا هنا درت معلقه لاروب من كل حاجه، الا الملح راه زايده شويه، يعني الملح على حسب تاهي الذوق. الملح، الابزار، وسكينجبير. هنا درنا العناصر كلها بحال هكا. هنا هذه العطريه اللي شفت معكم، نصبوها وغنزيدو الزيت كما كتلاحظوا معايا هنا. نختار واحد نص كاس وغادي نخلطو كله بحال هكا. دابا نخدمو يدينا من الأحسن باش يدخلو هذوك العناصر مزيان. ندخلوا العناصر يعني العطريه ديالنا، وكنجيبوا البطاطا كنديروا الفران يسخن من قبل، وكنحطوا هاد العناصر في البطاطا وندخلوهم الفران. الا كان عندكم الوقت تقدروا تخليهم يرقادوا شحال ما بغيتوا، كل ما رقادوا كل ما احسن، نص ساعه، ساعه، ساعتين، ثلاثه، كل ما رقادوا كل ما احسن، وندخلوهم الفران. هنا كما كتلاحظوا معايا بعد ما خليت الخليط ديالي ارتاح واحد شويه كما كتلاحظوا، ها هو يا سلام كيشهي من النظره الالوان، كيطلق واحد شويه ديال الماء لانه كاينه البصله كاينه مطيشه. ودابا غادي نديروه في لاطا اللي غادي يدخل الفران. غادي نجيب لاطا، بسم الله، ها هي لاطا، يعني اي لاطا عندكم كتدخلوها الفران. وغادي نخوي الخليط ديالي ونقادو،
من اسهل ما يكون، وكتجي ما نقولش لكم كتجي خطيره خطيره في المذاق. هذه حار قادوا بحال الكميه، جميع الجوانب يكون فيهم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تقريبا طابت نص طيبه كما كتلاحظوا معايا، ها هي في الفران. غادي نزيد داك الزيتون، ما نزيدوش في الاول، في ونرجعوها طيب. لاحظوا معايا راها يعني منومه كتشعلي، وغادي نخليوها تكمل طيابها. وهنا الغزالات ديالي بعد ما خرجنا الصينيه ديالنا من الفران فكنقلبوها بحال هكا نيايا، صافي هي طابت. يعني قلبوا هكا الخضار كنلقاوها طابت، اول حب حتى هو طاب. ف هذا هو الشكل النهائي ديالها، تقريبا دات ليا شي ساعه الا ربع في الفران. بالنسبه للفران اللي عنده ديال الضو يشعلو من الفوق لتحت على 200 بحال هكاك ويخليها طيب، اللي عنده العادي راه كيطيب يعني كيشعل من التحت حتى كطيب من التحت وعاد يشعل فوق باش تحمر. صراحه كتجي غزاله ورائعه وبنينه، وانا شخصيا كتعجبني بزاف، واللي ما عمره ما دارها كنتمنى يجربها وغادي تولي معتمده عنده ان شاء الله. وصلنا للنهايه ديال الفيديو كيف ما ديما، ما تنساوناش بلي لايك بلي كومونتير، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك باش يوصلوا دائما الجديد ديال مطبخ ام ايمن. والى فيديو قادم باذن الله.